أما هلأ هايدي ننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم مع بداية فصل الصيف. قديش بيشتد الشوب بيأثر على جسمنا؟ دائما بنركز على نقطة مهمة، أهمية السوائل بجسمنا، والمكون الأساسي للسوائل بجسم هي الماء. بنعرف أهمية الماء للجسم، انعكاسه على صحة الجسم، على البشرة، على كل مفاصل الحياة اليوم. أكيد كنا بنعرف أنه المي هي نعمة كبيرة من رب العالمين، سبب أساسي لوجودنا وحياتنا، بيحتاجها جسمنا بشكل دوري لتعزيز صحة الجهاز المناعي، لطرد الجراثيم من الجسم، لنضارة وجمال البشر. لكن لحد هذا الوقت لسه في ناس بتهمل انه تشرب كمية كافية من المي خلال فصل الصيف. لنحكي اكثر عن فوائد المي لصحة جسمنا. خلونا نرحب سوا بضيفتنا اختصاصية التغذية دعاء الخطيب. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباحكم. صباح الخير. دائما يمكن بنحكي عن أهمية المي وخصوصا بفصل الصيف، ودائما في مشاكل حول كيفية بدي اشرب مي، انا ما بحب المي، بقدر اشربها ولا لا، قديش نسبة الكمية اللي لازم اشربها خلال النهار. خلينا بالبداية نحكي عن أهمية المي خلال النهار، قديش لازم اشرب وقديش إلى آثار إيجابية على صحة الجسم السليم. هلا بداية الموضوع، المي هو عامل مكون لكل عضو بأجسامنا، سواء الكبد، الدماغ، الكلية، فما في شيء بيشتغل صح غير إذا كان عندك نسبة المي بشكل طبيعي ومتوازنة مع طولك ووزنك، مع نشاطك البدني اللي أنت عم تعمليه خلال اليوم. فنحن دائما كثير أشخاص بتفيق الصبح بتقلك إنه أنا عندي مثلا خمول، هذا الخمول ما هو عرض لمرض، هو سببه كمية المي القليلة بجسمه. فغير إنه المي هي يعني وجودها بجسمنا بيعزز لنا تحسين ذاكرتنا، تعديل مزاجنا، التركيز، ممكن كمان انه احنا بواسطه المي يعكس هذا الشيء على ترطيب العيون، ترطيب الانف، بيعكس على بشرتنا، على شعرنا. فالمي قد ما عددنا فوائده ما فينا انه نحن نختصره بدقيقه، لانه هو عامل مكون اساسي. بدايته انه وجعلنا من الماء كل شيء حي، فاي شيء بجسمنا لحتى يكون مستمر وصح لازم يكون او يدخل بتركيبته المي. تمام. يعني كلياتنا بيخطر على بالنا السؤال انه شو هي الكميه الكافيه يوميا لحتى نحن نشرب مي؟ هلا الكميه المناسبه، انا ما فيني مثلا اقول لشخص طوله غير طولك او وزنك مثلا هي الكميه المعينه لكل الاشخاص، بيختلف جنسها حسب الذكور او الاناث، بس وسطيا نحن بنشرب ما بين لتر و800 ملي لحديت لترين ونص، بس هي الكميه نحن ممكن نزيدها او ممكن تختلف حسب الجنس، حسب العمر. فعند الذكور لانه حجم الكتله العضليه اكثر فممكن يحتاجوا لكميه مي اكبر، ممكن نزيدها في حالات المرض، في حالات الاسهال، حالات الاقياء. صحيح. بحالات الامساك ممكن نزيدها كمان عند الام المرضع، دائما الام المرضع بتحتاج كميات من المي اكبر من الشخص الطبيعي او الشخص العادي. كمان الاشخاص وقت الجيم او وقت التمرين الرياضي بتطلب عليهم بسبب خساره السوائل اثناء التمرين الرياضه انه هن يشربوا كميات اكبر من الشخص كمان العادي. في عده عوامل كمان، الاشخاص المسنين لازم يشربوا كميات اكبر من المي، الاشخاص اللي عندهم حصيات كليه كمان لازم يشربوا كميات. صحيح. اكبر لحتى نحن نتخلص من هي الاعراض. طب خلينا نحكي، كثير بنسمع مثلا لازم بس تفيقي الصبح بكير تشربي كاستين مي على الريق، ممكن ثلاث كاسات اول مساء. في اوقات محدده دائما بيقولوا لك انه يفضل انك تشربي فيها مي، بتاثر بشكل اكثر صحه على الجسم، هل هذا الشيء صحيح وشو هي الاوقات اللي فعليا الانسب لشرب المياه؟ هلا كثير في يعني انه كثير في معلومات بتسمعيها سواء على السوشيال ميديا او بعض الاشخاص انه اللي بينقلوا لك المعلومه هي بتكون غلط. هلا انا اول شغله ما بنصح انه الواحد يشرب مي قبل النوم، دائما بس يشرب الشخص مي قبل النوم فبده يصير في عنده تنبيه، كل شوي بده يفوت على الحمام، ما عاد يقدر ينام بشكل صح، بده يرتفع هرمون الكورتيزول بجسمه، بده يتوتر. وخاصه مثلا الاشخاص اللي هن عندهم سكر وبيشربوا كميات مثلا كثير كبيره وخاصه قبل النوم، فاحنا رح نخفي هاي الاعراض. السبب لانه احنا ما عاد نعرف فوته الحمام اللي كثير هي سببها مرض السكر او هي سببها كميه المي اللي فايته لجسمنا. كمان انا بنصح دائما الاشخاص اللي بدهم يتبعوا حميه لخساره الوزن، في شيء اسمه تكميم كيميائي. انا اي حدا مثلا بيزورني على العياده حابب ينحف فبمشي معه غير الدايت بشيء اسمه تكميم كيميائي، انه هو يشرب كاستين مي قبل كل وجبه سواء الفطور او الغداء او العشاء بنص ساعه، بيساعده على خساره الوزن حتى لو ما لعب رياضه. ما بنصح كمان اني انا مثلا شخص يشرب مي بوقت الاكل الا اذا كان هو كثير عطشان ويعني انه العطش شديد. بيأثر اذا يمكن كانت بارده او فاتره او شيء، يمكن بيقولوا بارده بتعمل كرش دائما في حال كان لتخفيض الوزن.
مو تخفيض الوزن. هلا دائما مثلا المي البارده يعني مثلا بهذا الشوب اغلب الاشخاص بيشربوها بارده وبارده كثير، فهي رح يكون في لها تاثير على الاوعيه المحيطيه العصبيه اللي بالدماغ، بده يحس الشخص فورا صار في عنده صداع، بس هذا الصداع ما بيعرف انه هو سببه هي المي البارده الكثير. ممكن يصير في عنده كمان التهاب بلعوم، ممكن يصير عنده التهاب مري. فانا دائما بنصح انه المي تكون معتدله، ما تكون كثير بارده وما تكون كثير سخنه، فهو الاعتدال بكل شيء هو افضل حل. طيب عري كمان بيحكوا انه مثلا الصبح بكير او ديتوكس مياه الديتوكس تعملي عمليه تنظيف للجسم. هلا هي بالشكل العام من وظائف المي لما احنا نفوتها بشكل صح بجسمنا تخليص الجسم من السموم عن طريق التبول وعن طريق البراز وعن طريق التعرق. فنحن لما عم نخلط المي مع اي شيء مكون وخاصه بناخذه الصبح، فنحن عم نعطي فرصه لجسمنا ليتخلص من السموم ببدايه النهار. بنصح فيه انا، في كثير اشخاص ممكن مثلا انه هن يشربوا كاسه المي الفاتره مع معلقه عسل، وبنصح فيها انا، بترفع مناعه الجسم، بتخفف من اعراض الانفلونزا. فبس يعني انه الاشخاص مثلا اللي هن منهم متبعين دايت وما في حميه وهن اشخاص طبيعيين، بنصح انه يا قبل الاكل يا بعد الاكل بساعه. تمام. يعني دعاء مثل ما في كثير اشخاص بيهملوا انه يشربوا مي خلال يومهم يعني الكميه الكافيه، بتلاقي بالمقابل في اشخاص بيبالغوا بشرب المي. خلينا نوضح هون قديش ممكن يصير في مشاكل صحيه على الجسم. رح نرجع دائما نحن اي معلومه بنحب نوثقها بقصه، لانه دائما القصه هي بتنحفر بالذاكره. كثير في اشخاص بيجوا عندي على العياده، اول شغله بتطلع بوجههم في شحوب، في تعب، في جفاف، بتطلع على شفايفهم كمان بتحسي الشفايف مطقطقه، فاول شغله بسالهم في مي؟ بتشربوا مي؟ فبقول انه نحن بنشرب كميات كثير كبيره من المي، بس لما بيطلع عندي تقرير مؤشر الكتله ببين انه هن ما عم بيشربوا مي. سبب الكميه الكبيره اللي عم بيشربوها، فصارت هي الكميه يصير في احتباس بين الانسجه بين العضلات، صار في تحميل لعضلة القلب بسبب حملنا الجسم عبء فوق الزايد، وخاصة هدول الأشخاص إذا كانوا هن مرضى ضغط وما في عندهم بأدوية الضغط مدير تتخلص من هالكمية الكبيرة من البول، فشو عم بصير؟ عم بصير عنا احتباس للسوائل، عم ترتفع عنا المعادن، عم ترتفع عنا الشوارد. ممكن لا سمح الله إذا هذا الشخص ما أخذ الموضوع بمحمل الجد، ممكن إنه حياته تتعرض للخطر وممكن للوفاة. طيب خلينا نحكي، إذا نحكي عن كميات المياه، في ناس بتقلك انه انا ما بشرب مي كثير بس بشرب سوائل بديله، يعني انا ممكن اشرب شاي، قهوه، نسكافيه او عصائر. قديش هي النسبه ممكن صحيحه بنسبه السوائل؟ اكيد ما في شيء بيعوض عن المي، بس في ناس ما كثير بتحب طعمه المي او بتلاقي بديل، يعني بتشرب كميه مي قليله وبتعوضها بسوائل اخرى. هلا بالفقره اللي سبقت قلنا انه هي الكميه ما بين اللتر و800 ملي لحديت اللترين ونص. طبعا هي الكميه هي بتشمل كل شيء عم ناكله خلال النهار، سواء فواكه سواء خضروات او المشروبات الثانيه سواء القهوه سواء الشاي او غيرها. دائما كمان بانظمتنا الغذائيه نحن عم ناكل مثلا خضروات، المكون الاساسي لكثير من انواع الخضره سواء السبانخ او الخس او البروكلي 95% من مكونها الاساسي هو المي. صحيح. كمان في عندنا مثلا هلا اجى فصل الصيف وبلش البطيخ، كمان البطيخ 95% من مكونه الاساسي هو المي. فنحن بدنا نركز على شغله انه انت طول ما حاسس بشعور العطش اشرب مي، طول ما انت حاسس حالك مزاجك معكر منك مرتاح اشرب مي. بس الفائض الكبير من الكميات الكبيره من المي اللي هي ما بيكون لها سبب وما في لها داعي وقلب النهار ما في وارد غذائي للسوائل غير عن طريق القهوه والشاي، اكيد هذا غلط. فانا دائما بفضل انه يكون احنا السوائل اللي فايته على جسمنا مي صرف او مي صافيه، بالاضافه ما بيمنع هذا الشيء من بعض السوائل اذا كنا احنا ما بنحب طعمه المي انه ناخذها عن طريق جوس عصير، ممكن عن طريق الخضروات والفواكه، عن طريق الخضره، عن طريق الفواكه، فنجان قهوه، فنجان شاي. اكيد اكيد. بالختام بدنا نشكرك اخصائيه التغذيه دعاء الخطيب على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك، نورتينا.